أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والمحبة، وها نطل عليكم بحلقة جديدة ومختلفة من خلال شاشة الوطن وبرنامج وطن سبورت. دائما ما أنوه بموضوعين، حق الرد مكفول لأي شخص يذكر اسمه في برنامج وطن سبورت، وبنفس الوقت ليس غايتنا التسقيط والتنكيل لسين على حساب صاد. هاي دائما في بداية البرنامج أنوه بها، ربما بالحديث يخونني الكلام أو التعبير عن حق الرد مكفول. حق الرد مكفول لأي شخص ينذكر اسمه بالبرنامج. حلقة اليوم مختلفة من خلال المحاور، الضيوف، الأمور اللي راح نتطرق بها، لكن أستغرب بالبداية بتعقيب بسيط عن ما يحدث من إساءة وكلام عن لاعبي منتخبنا الوطني. بنفس الوقت احنا انتقدنا، احنا تكلمنا بحرقة بيوم المباراة، لكن ما أسئنا، ما وصفنا بأوصاف بذيئة، ما تجاوزنا، ما قلدنا على شكول اللاعبين. اليوم أنا مو رب العالمين أنه خالقه هيك أو يتصرف هيك. أوكي، أقول ما طورت نفسك، أقول مستواك مو زين، أقول ما تستحق المنتخب الوطني، لكن مو توصل مرحلة أنه أنا أسيء له وأسيء شكله، أو يعني هاي بصراحة معيبة. أنا أبقى أنتقد لاعب المنتخب الوطني إذا ما يحقق لي إنجاز، إذا ما يفوز، إذا ما يقدم أداء، لكن في حال يفوز والله العظيم مثل ما طلعت وتحدثت عنه وانتقدته أظل فرحان ونرقص له ونشغل له أغاني وشي يريد لاعب المنتخب وكل شي نقدم له من دعم. لكن من توصل مرحلة أنه أنت تتقصد بالإساءة أو توصفه بأوصاف، يعني ما هو هم عنده يعني عائلة، هو هم بشر، هو هم إنسان مثلنا. اليوم باكر إذا فزنا، إذا غلبنا مباراتين متتالية، كيف راح تقابل هذا؟ يقوم يقعد، هو نجم، هو لاعب منتخب، هو يمثل العراق. إحنا اليوم ده نحكي لأن هو يمثل العراق. فمن هاي الباب أتمنى أنه خلص، مباراة خلصت، راحت، انتهت، خلي نروح بغير أمور. صح، لا زالت الغصة بداخلنا، صحيح، وصحيح اكو لاعبين ما يستحقون، لا مو مجاملة انه احنا مثل دنجاملهم او والله خطيئة، لا، لا زال اكو لاعبين ما يستحقون اللعب بالمنتخب الوطني. لكن الاغلب يقول لك هذا الموجود، هذا الدوري مالتك، هاي امكانية اللاعبين. من نحكي نكون واقعيين، ما ممكن انه احنا نفتري او عندنا لاعبين نعرفهم. البعض يقول لك اكو مؤامرة لابعاد المحلي، واكو مؤامرة ربما، كل شيء وارد بكرة القدم بالعراق، أصبح كل شيء وارد. أروح أتابع فاصل لمنتخبنا الوطني ومن بعد أرجع أرحب بضيوفي المتواجدين وياي. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل لمنتخبنا الوطني، متابعة أخيرة وربما أنتقل إلى ضيوفي. كان اليوم أكو مؤتمر لوزير الشباب والرياضة لتعاون عمل بروتوكول، لكن أبرز ما كان في هذا المؤتمر عدة نقاط. اللجنة التفتيشية يعني حديثها نهاية الشهر موعد لزيارة ملاعب العراق من أجل رفع الحظر، الوصول إلى كأس العالم يعني هو حلم والكابتن يتمنى أنه يقدم كل شيء من أجل هذا، علاقته مع الكابتن كاتنيتش يقول كانت ودية ولم أسعى لإبعاده عن المنتخب،
إلى الآن العراق بالدائرة الحمراء في الجانب الأمني بنظر دول العالم، لا يوجد بند في العقد يمنع أدفوقات من الحضور إلى العراق، وأنا واثق بأن مع مرور الوقت سيشعر بالأمان ويأتي إلى العراق. لكن أكو موضوع جدا مهم، يعني الكابتن هنا ذاكر إلى الآن العراق بالدائرة الحمراء في الجانب الأمني بنظر دول العالم، تمام زين. إذا العراق كابتن عدنان درجال، أنت تعرف إحنا من الداعمين لك، لكن لازم من أكو كلام نوقف نتوقف عنده. اليوم إذا العراق بعد خطر أمنيا من الدول العالم زين، يعني هذا كلام يثبت أنه إدفوقات ما راح يجي للعراق، هاي واحدة. اثنين، شلون راح تكون بطولة الخليج بالبصرة إذا هو مدرب المنتخب الوطني غير قادر تواجده بالعراق، لأن بعده تقول بالدائرة الحمراء أو بعده يعني الوضع مو أمان. ربما احنا نعرف يعني من جامل، بس اليوم واجب المدرب ضروري يكون متواجد يا كابتن عدنان درجال ويتابع الدوري، يتابع اللاعبين، مو شخص ينقل له، مو ناس تطيع 40 لاعب يقدمون التشكيلة بصراحة. يعني هذا التصريح كابتن عدنان درجال ربما غير موفق به كان، انه العراق لا زال في الدائرة الحمراء يعني بعدنا بخطر. زين شلون راح يجون كاس الخليج؟ المدرب شلون راح يجي؟ فهاي عليها الف علامة استفهام. مباشرة اروح ارحب بضيفي المتواجد وياي داخل الاستوديو، عضو الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الكابتن هيثم كاظم. حياك الله كابتن هيثم وشرفتني تواجدك. استاذ نبيل وبرنامجك الجميل. تحياتي لك. ايضا عبر السكايب الكابتن رزاق فرحان مدرب نادي الكرخ. حياك الله كابتن رزاق وشرفتني بتواجدك. حبيبي استاذ نبيل، تحياتي لك ولاخوي هيثم. تحياتي لك. اريد ابدي من الكابتن رزاق اكبر لو الكابتن هيثم. كابتن رزاق ابدي من يمك. كابتن بصراحه اليوم احنا ننتقد لاعب المنتخب، لكن لا نتجاوز ولا نتنمر عليه ولا نسي، نظن ننتقده، نريد يقدم لنا بالآونة الأخيرة. وبالأخص رزاق فرحان شاهدت لك منشور ربما ممتعظ من الكلام اللي صار، ممكن توضح لي؟ ومن حق اليوم الجمهور والإعلام ينتقد اللاعب؟ طبعا طبعا. شوف أخوي نبيل، من حق الإعلام، من حق الجمهور أنه ينتقد ويقيم اللاعبين، لكن اكو الحدود الفنيه اللي احنا نعرف حدودها. مثلا انه تنتقد هذا اللاعب مثلا مستوى غير جيد، لاعب ما قدم مستوى، لاعب ما يستحق انه يمثل المنتخب، ماكو اشكال، لكن انه تحاول انه تجرح به. حتى وصلت زوجات اللاعبين وزوجات، يعني انا مع احتراماتي احنا شعب معروف بغيرته، معروف بحفاظ على تقاليده، يعني ما توصل بين المرحله انه على مباراه او نتيجه انه نبدي ننكل بالاشخاص، كمثلا واحد مزين وواحد مثلا. مع احترامات طبعا، انا الاعلاميين كلهم اخواني وزملائي، انا احكي لهم من باب الاخوه، لانه مو انتقاد لهم، ممكن هم غيرتهم، خلينا نقول ممكن حبهم لبلدهم دفعهم انه يتكلمون بهذا الكلام. لكن أنا أشوف أنه الموقف خطأ، المفروض من الأخوان أنه يساعدون الفريق حتى يوقف ويرجع مرة ثانية. ينتقدون اللاعبين، نعم من حقهم ينتقدونهم انتقاد، خلينا نقول حتى لو شديد، لكن ما يوصل أنه هذا قطط وساسوكي وخشبة وما أدري شنو، يعني أنا أشوف أنه يعني صعبات. وشارع ذرغام إسماعيل، ويعني هواية كلام كابتن، يعني بصراحة يعني الغاية من هاي الأمور. يعني اليوم أنا انتقدت، أنا يمكن أول شخص انتقدت وتحدثت كلام، بس ما أعتقد يعني أسئت. يعني هل تعتبر كلام الآخرين هو إساءة كابتن؟ لو شنو الغاية منه؟ أنا أقول لك مو إساءة، ممكن هو انفعال بسبب النتيجة وبسبب غضب الجماهير اللي صار، فهم يعني ممكن الحدث شدهم وراحوا بعبارات شوية صعبة قاسي على اللاعبين. انا اشوف انه شوف كل الاجيال هسه، هذا جيلنا هاني وهيثم ونشأت ويونس، وهذا الجيل اللي خلينا نقول اللي اخذ امم اسيا خسر 3-0. خلينا نرجع للجيل اللي قبله، خسروا ويا اليابان 4.
نرجع نجيب كأس العالم اللي هو يفضل أفضل جيل وأفضل لاعبين وإمكانيات وما يجي جيل مثلهم. خسروا 4-1 سبارتاك ماسكو، ما أدري أتذكر هيك يعني. يعني الكل معرضة أنه يكون في اليوم عندهم الأداء سيء. نعم أكو لاعبين ما يستحقون التواجد بالمنتخب الوطني، هذا الشيء إحنا ننتهين من عنده. كابتن لو أنت مدرب منتخب بصراحة تستبعد لاعبين من المتواجدين حاليا كرزاق فرحان؟ أكيد 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 أنا أستبعد لاعبين، لكن أنا هذا الشغل مو شغلي، هذا شغل المدرب. هذا الآن أكو مدرب ومدرب عالمي وعنده الإمكانية، هو اللي يجيب لاعبين وهو اللي يغير لاعبين. وإذا تجي هيثم، هيثم موجود بكل الأجيال بكل المنتخبات الموجودة، اجوا لاعبين للمنتخبات ما يستحقون المنتخبات أو لعبوا وصاروا لاعبين منتخبات. تمام كابتن، هذا الشيء اللي أكد عليه. تمام كابتن هيثم، برأيك أنت أيضا يعني لاعب ومثلت المنتخبات مثل ما قال كابتن رزاق، كيف شاهدت؟ هل هي هجمة أم اليوم من حق الإعلامي أو الجمهور يتحدث عن النتيجة اللي ربما أول مرة العراق يخسر بيش نتيجة مع إيران وبالتصفيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طبعا لك وكابتن رزاق أخي وصديقي وزميلي، الله يوفقه إن شاء الله بالدور إن شاء الله سلام المهمة مع نادي الكرخ، أنا لك كل التوفيق. الله يوفقك حقيقة إن شاء الله، جميعا إن شاء الله. حقيقة هي هجمة، يعني إحنا لاعب مو بهالقساوة إنه كجمهور شارع رياضي إنه هجمة كل شرسة على اللاعبين وتهجم غير لائق. كرة القدم إلى حدود مثل ما تحدث كابتن رزاق، وإلها يعني شخص إذا كان إعلامي وإذا كان مشاهد ومشجع ينتقد تقاد بناء كمستوى كاستقطاب كدعوة للمنتخب، عدم الظهور بمستوى يمكن يناقشون. طبعا الشارع الرياضي هو اكيد انه شارع يعني ثقف بتحليل المباريات، انه ينتقد لاعبين على مستوى فني، يعني شنو يعني رد الفعل؟ يعني مباراه كوريا كون الفريق بالقمه والجمهور والشارع العراقي والشارع خصوصا الشارع الرياضي انه سووا لاعبين هم الابطال هم النجوم هم يعني وقفوا الجمهور عاطفي، وقفوا منتخب كوريا يعني اسيويا ترتيبه ثالث او ثاني، تجي ورا اسبوع 10 ايام اللي تهاجم المنتخب العراقي. انا اقول كل مباراة لها ظروفها. تمام. المنتخب مر، انا شفت المباراة مر بظروف صعبة، تسجيل الهدف الاول كان غير ايجابي يعني سلبي على الفريق. الفريق انفتح، هو كان يلعب بطريقة دفاعية. فتح الفريق وخسرنا، طبعا خسارة متوقعة. كابتن انتوا لعبتوا منتخب انت وكابتن رزاق وكنتوا تقدمون ومو بهاي المبالغ والعقود. اليوم اللاعب من يلعب تريده يقدم لك كل شيء لان كل شيء متوفر لك كابتن هيثم. نعم. انتوا قبل يعني ما كان هذا متوفر لكم، حتى من تخطأ ما يخطأ اكثر من لاعب لاعبين. اليوم الشاهد خمس ست لاعبين مو يخطئون، ربما ما يستحق يمثل المنتخب. ماكو تطوير، مدى يطور نفسه كابتن. انتوا كنتوا بالقوه نقول تحصل لك مكان بالمنتخب، اليوم المنتخب ياهل يجي قام يلعب بالمنتخب الوطني بصراحه. احنا تناقلنا كابتن رزاق يعرف، يعني انا عاشر الجيلين، عاصر الجيلين، يعني جيل كابتن رزاق وجيل يونس ونشد زملائي، يعني جيلين عاشرت وزاملتهم بالمنتخبات الوطنيه. يعني شفت هم متواصلين يعني من التسعينات ل 2000 يعني تقريبا الى 80% نفس اللاعب، اكثر اللاعبين صار تغيير طفيف 20% من الفريق من المنتخب. دخلنا على جيل الالفينات يعني تغييرات طفيفه 3 لاعبين 4 لاعبين، مستوى اكثر ثابت، يعني نكون البطولات ثابت. صح يصير بعض الشيء اخفاق مباراه مباراتين، هذا مو شيء نهايه العالم. يعني خسرنا ايران وهي مو نهايه العالم، انه نقدر انه ملعب ايران نغلب ايران. المنتخب العراقي قادر انه يعني يحقق اي شيء، اذا ايران واذا كوريا او اي فريق يقابله يواجهه انه نحقق الانتصار. كيف نحقق الانتصار؟ لازم اللاعبين يتكاتفون، اللاعبين كلهم موجودين، يعني اكو دافع يعني يدفعهم انه يقدمون ما داخل الملعب. اكو امور خسرناها، قلت لك الهدف كان غير صالح منتخبنا الوطني. تمام. كان الهدف مبكر فتح الفريق قدروا يسجلون علينا، لكن عيب على المنتخب العراقي هو ارتداده كان بطيء جدا وهجومه يعني بطيء جدا، حتى فرص قليله ماكو، تهديف ماكو، كرات ثابته ماكو، كرات زاويه ماكو. اعتقد مشكله هو بتغيير المدرب، مدرب ممتاز هذا المدرب، انا شفته حتى تبديلاته مقتنع بالمدرب، كانت تبديلاته صحيحه جدا، يعني كان يعزز يعني هدف التعادل يسجل، التغييرات كانت هجوميه اكثر، بس لكن يعني عاب على المنتخب اكو بطء كثير يعني. تمام
يعني بالامور الهجمات المرتده اللي علينا، وقدروا يسجلون اكثر من هدف. انهار الفريق انه احنا كرياضيين لازم ندعم اللاعبين، ها الموجود موجود عندنا هذا اللاعبين، مثل ما اتحاد كوريا الجنوبيه قدموا مستوى ممكن ان يعودوا. تمام كابتن رزاق، انت اليوم مدرب، تفوقات ظهر ربما باكثر من تصريح وقال انه هاي الاسماء اللي اجتني يعني ربما مو خياراته. اليوم منو يتحمل خسارة المنتخب الوطني؟ أنا وهيفا. لا صراحة شوف التوقيت خلينا نقول يعني خصوصا تغيير المدرب أنا أشوفه غير مناسب. لكن المدرب اللي إجا هو مدرب عالم، مدرب خبير، ومدرب عنده كل شيء وعنده استراتيجية وعنده ستاف للعمل، فلذلك هو من قبل المهمة إذن هو يعرف أنه ممكن تصير أكو إخفاقات، ممكن تصير أكو انتكاسات، لأن الفترة قصيرة هو دائما يأكد على هذا الأمر أنه أنا استلمت فترة قصيرة، لأن حتى أنه الفريق ما هو اللي مثلا استقطبه أو ما هو اللي اختار اللاعبين. وبالتالي شوف اذا تروح هسه الكل مدربين راح يختاروا لك دور ال40، وممكن يختار كل واحد هسه المدربين العراق وحتى المدرب الاجنبي راح ممكن يختارون دور اللاعبين ال40، وممكن يختارون كل واحد يغير باربع لاعبين او ثلاث لاعبين، فهمتني لو لا؟ يعني ممكن انه انا اختار اثنين مغتربين واثنين محليين ويا دول ال40 ممكن اغير، يعني فهمتني؟ فلذلك اشوف انه كمدرب عنده اللاعبين المتواجدين هم نفسهم دول اللي لعبوا امام كوريا ونفسهم اللي لعبوا امام ايران بالاردن، لكن هو يحتاج الوقت. نعم طبعا. يحتاج الوقت كمدرب حتى يقدر انه هم كلاعبين يهمون اسلوبه. ايضا مثل ما قال هيثم هو تبديلاته كانت ممكن انه هجوميه حتى يعادل، لكن هو كمدرب ما يعرف ستايل اللاعب العراقي، ما يعرف امكانيات اللاعب العراقي. يعني انا هسه من العب مثلا مع فريق مثل ايران ممكن اصيد الفرصه او الفرصتين لحد ما تيجي، ما افرغ منطقتي الوسط واخليها مثلا خلينا نقول سهله للمنتخب الايراني لاجراء بعض الهجمات المرتده، وهذا الشيء كلفنا ممكن هدفين. نعم هو تبديلاته شجاعه، تبديلاته كانت ممكن انه يقول لك انا اذا 1-0 ولا 2-0 فانا لازم اهاجم، وهذا حق مشروع من عندك. تمام انا اشوف انه نعم تمام ابقى وياك، لكن اروح لاتصال هاتفي مع مدير المنتخب الوطني الكابتن باسل جورجيز. حياك الله كابتن باسل. مساء الخير عليك استاذ نبيل، تحياتي لك، تحياتي لضيوفك الكرام الكابتن رزاق فرحان والكابتن هيثم كاظم والى تحياتي لك كابتن. بصراحه هارد لك الخساره، ربما في القادم من المباريات اكو تعويض نعوض نصالح جماهيرنا، لكن كلاعب دولي سابق واليوم مدير للمنتخب الوطني لفترة ليست بالقصيرة، كيف شاهدت الخسارة وكيف شاهدت ردود الفعل؟ وبالفعل اليوم اكو تصريح للكابتن باسل جورجيس انه يحمل الجمهور هو سبب الخسارة، لو هاي مواقع ربما تشعل الفتن. طبعا الجمهور والاعلام، يعني للعلم الجمهور والاعلام. طبعا هذا التصريح ماكو، هي اول مره انا اصرح يعني من خلال برنامجك استاذ نبيل انه لا صح على هذا. تمام الجمهور شنو دخله؟ الجمهور هم ملح المباراه، ملح اي نتيجه، اي مباراه تلعبها هو الجمهور المهم. كلنا احنا متالمين عن النتيجه، يعني من الدافو الى الفاو، يعني الشعب كله متالم واحنا من ابناء هذا الشعب، وهي مساله طبيعيه انه الفريق بعض الاحيان يؤدي مباراه فعلا مو بالمستوى المطلوب والجمهور مراضي عليها والكادر الفني والمسؤولين كل احنا مراضي عليه، بس هاي مساله طبيعيه. احنا لاعبين كنا ومارين هذا الظرف، حتى الكباتن اللي يمنا اكيد عندهم ذكريات كثيره بهذا الشيء، بس مو معناته هي نهايه العالم. يعني الفريق خسر وخلص، يعني هذا هو لازم هذا يتبدل بركز. هذا صعب جدا، يعني احنا قبل اسبوع الشعب كله فرحان كان
مستوى عالي جدا مع مباراة كوريا ومتابعين، بس هذا ظروف مباراة، يعني مباراة صارت وان المستوى بس كابتن اكو لاعبين صار اكثر من مباراة هم يعني مستواهم يعني جو العادي. هذا هذا القرار وهذا الحكم مع احتراماتي الى اي واحد يعطي رايه، بس هذا حكم المدرب، يعني المدرب هو الاول والاخير انه يقرر باسل جورجيتش يلعب او ما يلعب، هذا يبنى الموضوع، هذا مو يهم اي واحد. بس احنا المهم نقدر لاعبينا، احنا نشجع لاعبينا، عندنا مباريات قادمه، ما انتهت يعني نهايه العالم هذا. تمام، أنا أريد أستغل الوقت وياك بالأسئلة، ربما الضيوف أيضا يريدون يتحدثون وياك، لكن من مصادرنا أكو يعني موضوع بصراحة، فعلا أخبرت إدفوغات بعدم اللعب بهاي الطريقة أمام إيران؟ لو ماكو هيك خبر. كيف؟ فعلا أبلغت إدفوغات بأن إنه ما يلعب بالطريقة اللي لعب بها أمام إيران؟ أستاذ نبيل الله يخليك، ترى ما حد يتدخل شؤون المدرب، يعني ولا واحد يتدخل شؤون المدرب، الله يخليكم، ترى هذا كل كابتن مو يا مساعد، اليوم مو يا مساعد. ما يخالف المساعدين، المساعدين ياخذون رأينا، ياخذون رأيهم، يتناقشون وياه، بس شنو طلبت لعب؟ منو طلبت؟ ما حد يلعب. يعني هو المساعد ويا أكيد أكو يا مساعد، أكو يا مدرب حراس. يعني غير يعني من أنا اليوم أقدم نصيحة مثل كابتن باسل، من أنا اليوم بالكادر وأقدم نصيحة أو أنطي رأيي، غير نقول أنتم يعني من الكادر، من الكادر يعني موجودين كادر ويا، حتى اليوم مدرب، حتى اليوم مدرب الحراس هو عند المام على المنتخب الإيراني وعلى لاعبينه أو عن طريقة اللعب، ما ممكن يكون بيناتهم حديث؟ اي ما مشكلة هاي، بس ما هو مجلس عمل حديث بيناتهم، أنا أقرب الناس للمنتخب، ما أقول يوم بالاجتماع، ما أنا ما أقرب يوم بالاجتماع والحديث، هذا حديث بين المدربين، واحد كل واحد عنده رأي يطرحه، بس القرار النهائي يصير للمدرب الأول، وهذا واضح يعني بكل شيء، ولا يجي أي شخص يأثر على المدرب، لا، هذا نقاش والمدرب قناعته ياخذ بنقاش المساعدة وما ياخذ. تمام، منو قدم الاسماء الادفوغات كابتن؟ قدم الاسماء الادفوغات طبعا للاتحاد من خلال المباريات السابقه اللي انطينا له حوالي 8 مباريات او 10 مباريات انطينا له، وتفرج على كل المباريات اللي صارت فكره، يعني فكره على كل لاعب من خلال هذه الاجهزه. زين يعني التطبيع يعني كابتن، يعني التطبيعيه اللي نطت الاسماء مو اكو، يعني اليوم الكابتن عدنان درجا يقول اداره نبيل المنتخب هي من قدمت الاسماء. نبيل نعم نبيل، عندنا 75 لاعب مسجل بتصفيات كاس العالم، عندنا 75 لاعب هم اختاروا مسجل خمسة بتصفيات كاس العالم، فهي هاي كلها قدام عيننا عشان ادري قدمها يعني الهيئه التطبيعيه. لاعبين اللي يقدمها، يعني ما يقدمها غير من خلال مساعد مدرب ومن خلال تطبيعيه، لا شلون اللجنه الفنيه الموجوده بالاتحاد لازم واحد يقدمها، لاعب ينزل الطير يقدم لنا اياها. اي مو هي الناس تتساءل تقول لك اليوم هاي الاسماء منو قدمها؟ مثل كابتن رحيم حميد وكابتن باسل جورجيس، الهيئه التطبيعيه، لجنه فنيه هي من قدمت هاي الاسماء، من حق الناس تسال كابتن. استاذ نبيل حبيبي، الاتحاد والمساعد واللجنه الفنيه هم كلهم صح، لحد شلون مدرب جديد اجى يطلب اي شيء؟ 10 لعبات الاخيره كلها سجلناها وطيناها له يتفرجها، لعب شبري يتقدم. تمام، لازم احنا زين كابتن، انت تعرف احنا ما غايتنا انه نسقط بلاعب او شخص، لكن هل من المعقول لاعب موسم ونص او موسم ما مشارك باي مباراه يتم استدعائه ويزج بلاعب اساسي؟ استاذ ربي انا ايش قلت لك؟ قدمنا 10 لعبات، 10 لعبات والمدرب له قناعه بهاي العشر، هذا المدرب هو يتحمل مسؤوليه، يعني هذا اللاعب اللي كان يلعب خلال، يعني من خلال كلامك المدرب هو اللي يتحمل مسؤولية النتيجة. مسؤولية هم اختيار كلهم، اختيارنا واختيار، طبعا المسؤولية مو خسارة لاعب يتحمل مسؤولية ولا المدرب يتحمل، الكل يتحمل مسؤولية الخسارة يا أستاذ نبيل، ماكو مسؤولية خسارة واحد التشكيلة، الكل هم مسؤولين عن الخسارة. كابتن أنت تعرف اليوم الخسارة واحد والمدرب من يختار تشكيله ويلعب باسماء واحد هو يتحمل. كابتن باسل انت لاعب دولي وتعرف اليوم يا اما المدرب يتحمل هاي التشكيله،
ها وهو من ازج بلاعب انه صار له موسمين ملاعب تمام كابتن هيثم يريد يتداخل معاك تفضل كابتن هيثم كابتن باسل السلام عليكم عليكم سلام كابتن هاردك على الخساره عليك وعلينا هاردك على الكل هاردك على الكل ان شاء الله ان شاء الله الفريق يعوض وبعد عندنا مباريات كثيره والفريق الايراني مو نهايه المطاف هو هاي الروحيه لازم احنا نتكلم فيها احنا لازم لازم الفريق ولازم بس اكو نقطه مهمه لازم انت كمدير فريق اكيد انه لك صوت وتوصله يلعب على المنتخب منتخبنا المنتخب العراقي دفاعه ممتاز جيد جدا يعني شفناه ويا كوريا كان دفاعه ممتاز هو يمتاز من تتقارب الخطوط حيكون جيد جدا بخط الدفاع لكن بالخط يلعب على منتخبنا التيكي تاك ماله ضعيف جدا بالارتداد الهجومي لازم المدرب يعتمد اكيد بالمباريات القادمه يعني تدريبات خططه لازم يطور من هذا الامر لان هذا الامر مهم جدا الفريق العراقي اذا انفتح امام الفرق كوريا او ايران راح شفت الخساره هي خساره مثل ما قلت لك هي مو نهايه المطاف لازم نتعلم من الخساره كثير انه قدرات لاعبينا وامكانيات لاعبينا نتمنى الخير بمنتخبنا ان شاء الله بالقادم الايام اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله اشكرك حبيبي اشكرك هو هذا المطلوب يعني احسن المدرب لازم ياخذ وقته أكيد. لازم ياخذ وقته ويصير عنده دراية كاملة بكل اللاعبين وكل واي طريقة اللي يلعبها. تمام، كابتن رزاق ايضا عنده مداخلة معك، تفضل كابتن رزاق. كابتن باسل تحياتي لك وعارضك على الخسارة طبعا. حتى جاي احكي قبل شوية انه اقول حتى جيل 86 اللي هو يعتبر افضل جيل بالنسبة للكرة العراقية. خسر يا سبارتاك موسكو 4-1 وايضا كل الاجيال خسرت نتائج يعني ما نريد نحاول انه نذبح المنتخب يعني هو خسر لازم نحاول انه نساعده لكن بنفس الوقت لازم انتم كاداره وكمدير منتخب انه لازم شوي يصير اكو تغييرات يعني اكو لاعبين مو مستواهم اكو لاعبين فعلا مثل ما تكلم الاخ نبيل انه مبتعدين عن خلينا نقول المباريات وبالتالي اكيد يعني انتم كمساعد مدرب وكمدير فريق لازم يكون لكم دور كان بهاي الفتره خصوصا لان المدرب جديد فهمتني؟ نعم انه انتم ما تتدخلون وهذا فعلا هو النظام المعمول به لكن على الاقل كابتن رحيم كان المفروض يساعده بهاي الفتره لانه المدرب بعد ان شاهد خلينا نقول الفرحه والناس فرحانين بنتيجة كوريا خلينا نقول التفاعل الزائد هو هذا السبب الرئيسي باندفاع المنتخب للأمام في أغلب أوقات المباراة وهذا كلفنا ممكن نتيجة قاسية حبيبي كابتن وياك بكل كلمة قلتها وياك يعني جدا صحيح اللي كلامك هو هذا انه اللاعب المناسب يكون باللاعب الجيد يكون بالمكان المناسب بس هي هاي الاسماء اللي موجوده وتدري هسه يعني حتى دوري ما حتى دوري ما موجود عندنا يعني حتى المدرب اذا يريد يدعي اي لاعب منين يدعي شلون يدعي بس فهمني شلون يدعي اذا ماكو الا عن طريق الكابتن رحيم حميد هي هاي بس اللاعب اللي يدعيه يعني لازم يكون متاكد من يعني جاهزيته الان يعني احنا بعد كذا اسابيع او شهر بالضبط احنا عندنا مباراه يوم 7/10 كابتن يقال كابتن باسل عذرا على المقاطعه يقال يعني انه كابتن رحيم حميد انه فقط مترجم يعني انه لا يتدخل بتشكيله لا يتدخل بلاعب لا يطرح فكر على الكابتن ادفوغات او حتى على غيره وانت قريب اليوم ما صحت هاي المعلومه ابدا 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 يعني انا خلي اطمن الجمهور انه الكابتن رحيم الحريه الكامله بكل شيء كأنه مساعد مدرب أول لأدفوكات تمام بسم الله أنه رحيم حميد له دور كبير يختلف عن الدور اللي كان في الفترة الماضية فعلا أنه
الان يعني بالفتره الماضيه كان ما يتدخل، اليوم يتدخل الان. لا لا، هي كل مدرب وشخصيته، كل مدرب وحسب ما يطلب المساعد ماله. يعني هو يستعين به. يختلف عن كفنش، يختلف اختلاف كلي. فالمساعدين ماله عندهم حريه كامله بالتصرف والتحدث واعطاء الراي. زين كابتن، الكل ممتعض من تسريب التشكيله قبل من المباراه بيوم، اليوم منو يسرب التشكيله؟ هذا الشيء معيب على اي شخص يسرب تشكيله من يعني مثل ما انت في عائله سريه وواحد من العائله يسرب مشكله بداخل العائله. تمام 100%. زين هاي امام كابتن رزاق وامام كابتن هيثم، اذا عندي الشخص وعندي دليل ممكن اللجنه التطبيعيه تدز علي او وزير الشباب والرياضه واقول لهم الشخص اللي يسرب المعلومه تبعدوه من المنتخب؟ هذا قرار حتى كابتن، حتى شنو؟ حتى لا اتهم ولا الناس تقول ما تقول بالاسماء، حتى اكون مهني ولا اثر على هذا الشخص، ربما باباكر من يطلع، هاي الناس ممكن تعرف ما تعرف، بس اني اقعد مع رئيس الهيئه التطبيعيه او مع وزير الشباب والرياضه واقول له فلان هيك وهيك يعمل وبعد يمكم القرار. انت تجي تقعد وياي وتقول لي فلان والفلان كابتن فلان بفلان. كابتن مع احترامي لك، اليوم القرار بيدك. القرار اليوم بيدك. لو اكو مثل لجنه تطبيعيه مثل ما تم تقول خيار اللاعبين وزير الشباب والرياضه، يعني مو انا اتحدث حتى ربما ما اخليك بوجه المدفع. اسمح لي، هي مو كل مشكله تروح لرئيس الاتحاد او لوزير الشباب، هي مو كل شغله تروح لهم، احنا لازم نحل الشغله وديا. اذا ما تنحل هذيك الساعه لازم تنقلها الى المرتبه الاعلى. فهذا الموضوع، اذا عندك دليل، اذا انت صدق عندك دليل تعال اقعد وياي وقول لي هذا وهذا هيك سوى، وان شاء الله ما يصير خاطرك الا. تمام، أنا جدا أشكرك، لكن آخر سؤال، أنت أول ما تحدثت مدحت بالجمهور يعني بصراحة. اليوم الجمهور يعني أو الجمهور، اليوم الجمهور يطالب يعني باستقالة الكابتن باسل، استقالة الكابتن رحيم حميد، ردك كباسل جورجيس. زين هسه هم يطالبون، هذا البعض مو الجمهور، يعني قصدك البعض. البعض طبعا، يعني احنا من نتحدث ما نعمم. مو الجمهور اللي يفرق بين العمل الاداري والفني، لان اكو تناقض انه يطالب هذا العمل وهذا العمل. بس هسه مثلا يطالب باقاله او باسل جورجيس كمدير منتخب. تمام. مثلا ليش؟ السبب يعني انا واحد من الناس اتمنى واحد ينتقدني نقد بناء او تعرف خطي. حتى ما اجاملك كابتن، حتى ما اجاملك. حتى ما اجاملك، البعض يقول صار له فتره طويله، يعني هوايه اكو غير شخصيات ايضا يتكلم اللغه الانجليزيه، ممكن يكون مدير للفريق. مو هاي حبيبي، مو هاي. انا اداري، انا مدير منتخب، انا كسبت خبره خلال هالسنين، انا مسيطر في عملي، انا عندي علاقات في الاتحاد الاسيوي والعربي والخليجي، هي مو بالهين انه انا تعلمتها هاي، الاتحاد صرف علي كثير الى ان تعلمتها. أنا مو بكل سهولة يجي الاتحاد يطلعني يجيب واحد غيري يتعلم مرة ثانية، لا يا أخي لا، أنا تعرف أنا المعلمين كثار، اللي معلمني أستاذ ولي صبرة، اللي معلمني أستاذ زياد حامر مدير العلاقات الخارجية، اللي هم فضل كثير تعبوا معايا كثير إلى أن وصلوني بهالمرحلة يا أخوي. تمام. هي مو سهل مدير إداري. تمام. تجيبه وتطلعه. الله يوفقك، وأنا جدا أشكرك على المداخلة وأخذنا من وقتك هواية، شكرا لك كابتن. تحياتي لضيوفك الكرام حبيبي. تمام، تحياتي لك. مع السلامة. كابتن هيثم، رجعنا بعد شاهدت ما اتحدث به الكابتن، ربما من خلال كلامه انه المدرب هو اللي يتحمل هاي المسؤوليه للخساره، هو من اختار اللاعبين، هو من دخل بالتشكيله كهيثم كاظم. مهم، انا يعني ثبت عندي، والتغيير كان مو صالح المنتخب بالوقت الحاضر، يعني تغيير كادر تدريب المدرب يعني راح تعطيه خيارات محدوده، انطوه 50 اسم يعني تطبيعية والاتحاد العراقي اكيد ومشرف الفريق قدموا له 50 اسم من اللاعبين اكثر شركه من المباريات، دخلوا اجواء المباريات وقدموها له، اختار هو اللاعبين
وبدا بتشكيل خلال المعسكر مالته مال اسبانيا وتركيا، اختار تشكيله، اكيد هو تشكيله هو راح يتحملها، استدعاء اللاعبين 50 لاعب اكيد طبيعيه انه اختارت اكثر لاعب لعب وقدموه للمدرب واختار التشكيل. احنا تحدثت انه مو نهايه المطاف، مباراه واحده خسرناها، عندنا مباريات قادمه كتعويض، عندنا في مع ايران وعندنا مع كوريا، نقدر انه الوضع الفريق يتحسن بعد اكثر. وطلعت نقطه مهمه يعاب على المنتخب العراقي، يعني تحسب الهجمات للمباراتين اعتقد ما عندنا يمكن هجمه او هجمتين خلال 180 دقيقه او 170 دقيقه، يعني 90 مباراتين خاضها المنتخب مع كوريا تمام. وايران كان هجوميا ضعيف جدا تمام. ممكن انه يعالج الوضع الهجومي، المدرب ما عنده اي وقت، صح دوري ماكو، اللاعبين اكيد راح تلتحق بالفرق مالتها، عندنا مباراه كاس السوبر القوى الجويه والزوراء يوم 17، ممكن انه يتلافى هذا الموضوع في المباراه القادمه. تمام، ابقى وياك، لكن كابتن رزاق اخر سؤال عن المنتخب، حتى شويه اسالكم عن انديتكم اليوم، الجمهور هم يريد نسال عن الكارخ، عن الجويه، هواي اخبار عن الجويه. كابتن رزاق ذكر نقطه كلش مهمه، يقول ممكن 180 دقيقه كابتن هيثم ما حصلنا على فرصه، ما هجمنا، ما قدمنا لعب بصراحة. هذا أيضا منو يتحمل؟ اللاعب داخل الملعب، الخطة اللي يعمل أو استراتيجية العمل اللي يدخل بها المدرب. شوف هوني ممكن أول واحد دافع لاعبين، لكن صراحة مستواهم بهاي المباراة ما كان مستوى يليق بهم هم كلاعبين يمثلون المنتخب العراقي، ما كانوا بوضعهم الطبيعي، ما قدموا المستوى اللي كنا احنا نتمناه بالحالة الهجومية ولا حتى بالحالة الدفاعية. يعني حتى مباراة كوريا ممكن صارت اختراقات، لكن الفرحة بالأداء اللي خلينا نقول القتالي أو خلينا نقول الأداء البدني العالي أيضا نسانا فرق أنه إحنا ما وصلنا للمنتخب الكوري غير ممكن مرة واحدة. هذا الشيء إذا تجي تقول مثلا المدرب، انا اقول لك لا، لانه المدرب حتى بالفتره مثلا قصيره هسه نجي للاجيال السابقه وجيلنا وجيل الورانا، حتى بدون ما يكون اكو مدربين احنا على الاقل نوصل للجول ست مرات سبعه. يعني هو ليش احنا او الشارع كله غضبان على المنتخب العراقي؟ انه الفريق ما وصل للجول، رغم ذلك انه ما قدر يخطر الجول، ما قدر يخلق لنا جمله تكتيكيه، ما قدر خلينا نقول يحرج المنتخب على الاقل في فتره من الزمن. يعني ما صار عندنا هذا الامر، بالاضافه الى ذلك اكو اخطاء دفاعيه، وايضا اكو كثير من الامور اللي هم اللاعبين نفسهم يتحملوها. واني على فكره يعني ممكن قبل نقول ساعه او ساعتين حكيت من اللاعب، هم كلهم ما راضين عن نفسهم، يعني صح ما راضين عن نفسهم. انا ايضا حكيت ويا واحد من لاعبي المنتخب بصراحه، وايضا تحدث قال ما راضين على نفسنا، ما راضين على المستوى، يعني احنا ما ممكن اكو لاعب اليوم يحب ما يقدم البلده او يحب ما يقدم، حتى ربما يذهب يلعب بدوله اخرى او بنادي افضل او غيره من هالباب. اخذ لاعب يقول احنا صراحه خجلانين من نفسنا، ما نقدر نطلع بالشارع، ما نقدر تمام. يعني هم حاسين انه اخطاوا، وعلى انه وعلى فكره يعني هسه اذا انت واذا اني واذا هيثم خلينا نختار، كل واحد نختار 30، ممكن يصير الاختلاف بخمسه، صح ولا لا؟ بس البقيه هم متواجدين، صح. اذا حتى لو يجي ادفوكات او هيثم او انت او اني راح نختار ونجيب، وكل واحد من عندنا يجيب له ثلاثه مغتربين ممكن يضيفون له شيء، لكن انت بالتالي انه ال 50 اسم هم متواجدين. اذا المدرب اخذ 50 لاعب وعنده فيديوهات وعنده اشرطه. لازم ننتقل بعد لمحور القوة الجويه ونادي الكرخ مع الكابتن هيثم كاظم، شويه نتحدث عن البيت الجوي، واريد اتحدث عن بدايه القوة الجويه، فريق كبير، فريق ما يقبل جمهوره غير بالالقاب، تسميه المدرب تاخرت، صار لغط عليها، راح اروح اتابع فيديو واريد كابتن هيثم يوضح لي عليه، نروح نتابع هذا الفيديو ونرجع. Local time here in Portugal.
We discuss, we have talk. Beside us, also with a similar co, it was Mr. Mohammed, a friend of mine, who was talking with them there in Baghdad to deal for me to sign with Gorjawiya. After that, I received a message from Mr. Haitham Kadern. On that one, they was in a meeting to solve the situation, to arrange everything. But inshallah, as he said, everything will be okay. And then I was waiting. Half an hour ago or 1 hour after, I received the communication on that they was agree, and also I was agree with the conditions to be the coach of Coach Jawiya. At the same time, they launched immediately in the web page, the club web page with me more. And then at the end of the day, my son has saw in social media that one, Coach Jawiya is not going to sign more with me. It's okay. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. كابتن فييرا ربما يقول صار كلام او اتفاق بيني وبين كابتن هيثم، حتى الشارع الرياضي حتى الجماهير رحبت بتواجد فييرا ان كان بالقوه الجويه او بغير نادي، صاحب انجاز للعراق، مدرب على مستوى. يقول لكن تفاجئت انه ابني شاهد ماكو شيء، انه خلص ما يحتاجون فييرا غير مدرب. ممكن أكيد. بس باختصار حتى اخذ اكثر اسئله منك. هذا ما حاجي كذا كله اختصار ما طول. اكيد كان الخيار هو اجتماع الاداري انه جوفان فييرا هو يكون مدرب على نادي القوه الجويه، لكن اكو خيارات صارت بعد الاتفاق المبدئي الاولي انه تولي المهمه جوفان. وتحدثت وناقشت كثير من الامور مع الكادر، وراد يضيف كادر مساعد ومدرب لياقه بدنيه، ومثل ما تعرفون احنا عندنا مساعدين اثنين. فحال الامور انه دار انه تغير مسار تسميه الكادر من الاجنبي الى محلي. احنا كانوا مطروحين اكثر من مدرب، يعني باكيتا كان مطروح، محمد يوسف كان مطروح، جوفاني فييرا كان مطروح، كثير من المدربين كانوا مطروحين على الطاوله. لكن الفتره القصيره ومعرفه اللاعبين وطريقه اللعب والاستقطابات اللي قمنا بها على ضوء طرحها كابتن ايوب وطلبها كابتن ايوب من اللجنه الفنيه ولجنه التعاقدات، فانه ارتينا انه يكون مدرب محلي هو. زين كابتن فييرا مو قال لكم انه الكادر انه ربما يكون على حسابي الخاص اني اجيبه وياي؟ تحدث انه نعطيه اعتقد 1000 دولار او 2000 دولار كابتن فييرا، قال اني تنطول باقي انا اعطيه من يمي اذا مشكلتكم انه مساعد مدرب، يعني مساعد او مدرب لياقه. احنا مشكلتنا مو المال، كان انه انا وضحت لك انه مشكلتنا مع كابتن فييرا. كابتن فييرا كابتن مدرب كبير وقدم ما قدم للعراق، هو شخص يحب العراق واحنا كلاعبين اكيد نحبه والشعب العراقي كله يحبه. تمام. قدم ما قدم للمنتخب الوطني، بس المشكله هنا هسه انه النادي كيف يتعامل مع المدرب. تعاملنا انه الاقرب هو المحل بسبب قصر الوقت، درايته باللاعبين، طريقه اللعب. يعني انا اعرف صراحتك، مع جل احترامي للكادر اللي اختاريته، هل هذا يضاهي اسم نادي القوة الجوية وتواجده يعني اليوم بالدوري لو ربما فقط لمباراة الكاس ومن بعدها يكون غير شيء؟ كابتن او السوبر او غيرها يعني. استاذ نبيل، حبيبي استاذ نبيل، احنا بالنسبة لنا الساحة العراقية مملية يعني كثير من المدربين، يعني مو شرط انه مدرب عمره 60 سنة او 70 سنة هو هذا المدرب يقدر يقود القوة الجوية. بس المدرب اليوم لازم صاحب انجاز اللي يجي للقوة الجوية، هذا الجمهور يعني حكي الجمهور يعني. واضح كثير من المدربين انه القوه الجويه هو يسوي المدربين، يعني مو شرط احنا المدرب اللي عنده بطولات. كابتن ماكو نادي يسوي مدرب، النادي يسوي لاعب ما يسوي مدرب. حبيبي كابتن ينطيه، يعني احنا مستقطبين افضل اللاعبين، جمهورنا افضل جمهور بالعراق، يعني ما يعطي دافع للمدرب انه يحقق انجاز ويبني اسمه على. ممكن ينطيه دافع على بس ما ممكن يعني مثل يعني اكيد راح يعطيه دافع. تمام. دافع مع انه عنده كافه الامور وكافه الادوات اللي يقدر ينجح بيها، لاعبين، ملعب، جمهور، يعني اداره جيده ناجحه توفر له كل شيء. تمام. يقدر ينجح. تمام. بس المدرب الشاب دزه بغير فريق ماكو معطيات انه ينجح بها راح يفشل. تمام. بس انت تعطيه ساعد المدرب موجود سبل النجاح يقدر ينجح ويبني. كابتن منين اجى؟ يعني اجى قبل درب القوه الجويه؟ درب فرق درافه، كابتن راضي كذلك، كابتن باسم كذلك، كثير مدربين انه يعني حققوا انجازات وجو القوة الجوية حققوا انجازات بناء اسمهم على الزوارة والقوة الجوية. كابتن رزاق ارجع لك، بس اريد اتحدث وياك بالبداية. اليوم نادي الكرخ رغم انه قلة الدعم المادي، نشاهد نادي الكرخ يصنع لاعبين،
يحقق نتائج طيبه، يوفر لاعبين لبقيه الانديه، راح يصير كابتن رزاق على هذا الشيء رغم الضائقه الماليه؟ لو كيف راح يتعامل كابتن رزاق؟ اكيد هي سياسه النادي مبنيه على مبادئ، مبنيه على هذا الاسلوب اللي هم بيتبعونه خلال فتره طويله جدا، وهو استقطاب اللاعبين الشباب الموهوبين من انديه الدرجه الاولى وتاهيلهم والاشراف عليهم والعمل التدريبي، وبعدين يبدون يصيرون مواهب. حتى اغلب، شوف هسه اذا تجي مثلا اللاعبين الكرخ اغلبهم هم يلعبون بالجويه وبالشطه وبالطلبه. هذا الشيء طبعا راح يبقى مستمر، وايضا اللاعبين الشباب سهوله التعامل وياهم تكون سهله، وتقدر انه انت تعرف خامه وانت اللي تقدر تتعامل وياها وتعطيها الارشادات. وبالتالي اشوف انه التجربه مع نادي الكرخ هي مهمه جدا. بس انا احب انوه على كلام قبل شويه قلته انه الكادر التدريبي، اتمنى انه من الاخوان الاعلاميين انه لا يقللون من شان المدرب المحلي. يعني ممكن انه خلينا نقول اكو ناس يهمها انه الان يسقط المدرب المحلي حتى يبدل خلينا نقول الخواجه على قولة المصريين، يبدا يدخل ويبدون يجوا يسبسرون ويبدون. انا اشوف انه الان بدا جيل شباب، بدا مع المدربين الخبره المتواجدين بدا جيل شباب ان شاء الله راح يكون له شيء كبير. كابتن رزاق، اكو مشروع لابعاد المدرب المحلي؟ يعني وحتى اللاعب المحلي اليوم اكو يعني هيك حديث ربما ابعاد اللاعب المحلي، ابعاد المدرب المحلي. هسه انت واحد منهم لا كابتن، انت اليوم الجويه انت تعرف شنو جمهور الجويه هو حتى اليوم الزوراء كابتن انت تعرف اليوم الجمهور وحتى الاداره تدور على المدرب اللي حقق نتائج، اللي عنده انجاز، صح لو غلط. والدليل اربع خمس مدربين ادارات الانديه يطلع من هذا النادي يروح لهذا النادي، واحنا كنا ننتقد هاي الحاله. لكن انت تشوف اليوم مدرب شاب ممكن قبل يجي يدرب بنادي جماهيري، ربما عماد محمد ايضا درب بالزوراء ما توفق، صح لو غلط؟ يعني احنا ليش ممكن المدرب الشاب يتعذب هذا المكان؟ ممكن احنا من دافع عليه. تجربه عماد لا تعممها على الكل، لان عماد بدايته كانت بعد 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 خلينا نقول بطل كره القدم، راسا راح للتدريب، وهذا هو خطا عماد بالبدايه. الان عالجه وبدا يشتغل صح، بدا يدخل دورات تدريبيه، بدا يدخل معايشات، وبالتالي بدا يصقل موهبته التدريبيه، لانه اللاعب يختلف عن المدرب. انا واحد من ابناء نادي القوى الجويه اشتغلت مساعد، اشتغلت مدير فريق، اشتغلت كل الامور تاسست صح، دخلت دورات تدريبيه، دخلت معايشات. اذا اكو كثير من الامور. شوف المدرب المحلي ترى مو سهل، وخاصه هذا الجيل اللي جيلنا والجيل اللي ورانا انا اشوفهم موهوبين. كابتن انتوا اليوم تتدرجون، صحيح انت اليوم تدرب بنفط ميسان، تدرب بالكارخ، ده تبدي يعني صحيح قصي منير بالقاسم بالديوانيه وغيرها، غير تتدرج صح؟ يلا كابتن انا ما اقصد على انا اقصد انه انت راح تواجه الجمهور في حين اخفاق احمد خلف. عنده وسائل نجاح كابتن احمد، عنده وسائل نجاح، عنده اداره جيده، عنده جمهور جيد، عنده لاعبين ممتازين. كابتن هيثم، لنفرض انه صار خلينا نقول اخفاق لا سامح الله، ونتمنى انه الكابتن احمد يمشي. بس هاي الحاله التجربه مو شرط انه تكون على المدرب الشاب. زين هو نجح باكثر من محطه، يعني خمام احنا خسرنا كابتن رزاق، خسر الفريق، خسر مع كابتن ايوب اربع مباريات، تعادل المباراتين بدايه الموسم. بس صبرنا على الدوري، اخذتوا كاس، صبرنا على المدرب كابتن هيثم، مدرب لطيف، اخذتوا دوري، اخذتوا كاس، بس مع كابتن ايوب، غير صبرنا على المدرب. انت المدرب عندك قناعه به انه مدرب يقدر يقود الفريق، صبر عليه زين. طيب ليش انديتنا ما توقع ثلاث سنين؟ اذا اليوم انا عندي قناعه بكابتن هيثم، ليش ما وقع ثلاث سنين خمس سنين حتى يبني لي فريق؟ بدينا هذا الشيء وقعنا كابتن ايوب ثلاث سنوات، بس الوضع الصحي حال دون ذلك انه يكمل مع الفريق. تجينا مع كابتن احمد خلف، كابتن احمد مدرب طموح وعقلية، احنا ما يعني فشي سهل ان احنا على كابتن احمد انه ربما الوقت قناعة تامة الوقت كان عندكم اتصال مع كابتن باسم مع كابتن نعم كابتن رزاق كابتن
تنسى جاسم وصادق اكيد اكيد جاسم طبعا هذول جاسم مع وصادق صادق مدرب الطلبه وكذلك عمل اكثر من فريق يعني ستاف مانا ستاف جيد جدا يعني ممتاز كان خياراته جيد دقيقه ممتاز ان شاء الله لازم ندعم المدربين قلبه ويد جو يا كابتن صادق اكيد اكيد كابتن رزاق لا مو مو هاي شوف هو هذا نادي وصاحب فضل علي طبعا يعني قلبه وياه باي وقت تمام يعني وانا اشكر الهيئه الاداريه وهيثم والولد كلهم اللي اول ما وضعوا ثقتهم بي وقدموا لي العرض وهذا الشيء انا افتخر به لكن بنفس الوقت الموجودين الان هم ايضا كفاءات ويستحقون تواجدهم بهذا المكان اللي الشيء الحلو باداره الجوي خلال الفتره السابقه هو تقدير المدرب ومعطيه مساحه كبيره حتى ظل الخسارات وبالتالي تشوف لو مثلا لو بعض ادارات الانديه وخسرانين مثل العام الماضي وكانوا غيروا وكان ضاع منهم كل شيء. تمام، انا اشكر المخرج بس دقيقه واحده او اقل، كابتن سؤالين. الاول يقال انه علاء عباس فقط انه رفع الادريس، لحد الان ماكو شيء رسمي. تم توقيع العقد خلال قبل ساعتين. قبل ساعتين؟ اي نعم. تم توقيع العقد الرسمي نعم. مع علاء عباس. نعم. رسمي. رسمي نعم. فعلا 400 مليون؟ لا انا موضوع المال ما هذا يعني اكيد هذا مبلغ للاعب. ما اقدر اذكر لك، لا اقول لك 400 ولا اقول لك 300 ولا اقول لك 600 ولا اقول لك 500. يعني وقع رسمي. وقع رسمي مع نادي القوجة. وبالمبلغ اللي طلبه. لا اكيد فاوضنا وياه. اها. اكيد تفاوض، ولو اللاعب له رغبه انه كان يمثل القوة الجوية. تمام. واحنا كإدارة نادي انه رغبه انه على يمثلنا في هذا الموسم. تمام. تعزيز خط الهجوم، والحمد لله تم الله يوفقكم. تأخير تجديد الكابتن حمادي أحمد ربما البعض كان غير راغب بتجديده. مع القوة الجوية أنا أعرف صراحتك ربما مو هيثم أكو غير أشخاص فعلا هذا الشيء لا كان؟ إحنا كابتن حمادي أكيد قدم ما قدم مع الفريق والعام سجل أكثر من 13 هدف أعتقد أو 14 هدف كابتن حمادي مؤثر بالفريق يعني قيادة للفريق وإدارة للفريق كلاعبين إحنا كان التأخير هو ابن النادي هو تمام. أكيد يحتضن جميع اللاعبين كان يساعدنا بتوقيع اللاعبين أكيد توقيع يكون آخر شيء فأكيد أوقع قبل يعني يمكن أكثر من 20 يوم أنه تم تمام أنا جدا أشكرك وأشكر تواجدك كابتن هيثم وكابتن رزاق أنا جدا أشكرك وأشكر تواجدك لبرنامجنا مشاهدينا شكرا لك مشاهدينا الكرام هذا ما يسمح به وقت البرنامج شكر موصول للأخوة خلف الكواليس والمخرج اللي ربما اليوم عبرنا هواية على وقت البرنامج وبالإعداد الزميل سجاد العقيلي شكرا لكل من يتواجد ويانا هذا أنا نبيل طارق تقبلوا تحياتي نلتقيكم يوم الأحد بإذن الله.